اهلا وسهلا بكم متابعينا متابعي قناة مستر بادجي في اولى حلقاتها بعد التجديد والتطوير، وهنتكلم عن الامراض وعلاجها. السلسلة بتاعت النهاردة والسلسلة بتاعتنا اللي هنبدأ فيها النهاردة هي سلسلة للامراض التنفسية والمعوية واي مرض جلدي او عضوي ممكن يواجهنا كمربيين. كل حلقة إن شاء الله هنتكلم عن مرض وعلاجه والأعراض اللي بتواجهه أو الأعراض اللي هتواجهنا في الموضوع ده. طيب الأمراض اللي هنتكلم عنها النهاردة أو المرض اللي هنتكلم عنه النهاردة الخاص بالجهاز التنفسي، معانا 3 أمراض بعلاجهم. أول حاجة هنقول أعراضهم وتعرفهم إزاي وإزاي نعالجهم وإزاي يكون فيه وقاية منهم. الجهاز التنفسي يا جماعة بيكون فيه 3 أمراض بتقابلنا خاصة في البرد الشديد والحر الشديد، يعني في الشتاء الجامد وفي الصيف وفي شهور الصيف القوية أو الحر القوي. أول حاجة معانا الزكام، تاني حاجة الأزمة، تالت حاجة الالتهاب الرئوي. هنتكلم أولا عن الزكام، إيه هي أعراضه، طرق الوقاية والعلاج لهذا المرض. الزكام أعراضه بيكون فيه خمول للطائر، في قلق، في سائل بيكون نازل من الأنف، اختناق، رعشة، البراز بيكون مائي شفاف أبيض مائي، ولو في طيور مثلا بتغرد أو كده بيكون في تغير في صوتها، أو حتى لو بتغردش بيكون في تغيير في الصوت ذات الطائر أو العصفور نفسه. طيب إيه طرق الوقاية والعلاج لهذا المرض أو لهذه الأعراض؟ أول حاجة طبعا معانا المضاد الحيوي، وعلى قد ما بقولك مضاد حيوي ولكن بنصحك انك ما تكترش من المضاد الحيوي، لان المضاد الحيوي كترته بتدي مناعه للطير منه على المدى البعيد، فلو كل الطير ما تعب حطيت له مضاد حيوي وكل الطير ما تعب حطيت له مضاد حيوي، بعد كده المضاد الحيوي مش هيأثر فيه. فنخلي المضاد الحيوي، اي نعم قلت لك في اول حاجه، ولكن نخليه كاخر خيار او اخر حاجه ممكن نعملها لو الحاله كانت متطوره والمرض كان تمكن من الطائر. هناخد الاول الخطوات السهله البسيطه اللي ما بتاثرش على الطائر بالسلب، وبعد كده نبقى نعطي له مضاد حيوي لو لا قدر الله ما حصلش او ما تماثلش للشفاء. طيب ايه غير المضاد الحيوي بالنسبه للوقايه من الزكام؟ اول حاجه الدفء، وتقدم له تغذيه طريه ونقطه ليمون على المسقه. الدفء، تغذيه طريه، ونقطه ليمون على المسقه. بتعمل ال3 حاجات دول، ما جابوش نتيجه الجأ للمضاد الحيوي ولكن ما تكترش منه. طيب تاني حاجة، قبل ما ندخل في تاني حاجة، في وصفة كده بسيطة جدا هنعملها مع بعض وهقولها لكم في آخر الفيديو. هنعمل الوصفة دي ونقدمها للطائر مرة كل شهر، يعني هنعملها 12 مرة في السنة، سواء عندهم برد أو فيها عندهم مشكلة في الجهاز التنفسي أو ما عندهمش. هنعمل الوصفة دي كنوع من أنواع الوقاية، ولو لا قدر الله كان في طائر هيحصل له اصابه او حصلت له اصابه ما خدناش بالنا، انت كده تكون مطمن ومريح نفسك من مشاكل كتير. الوصفه دي انتظرني منها او انتظرها في اخر الفيديو، هقول لكم عليها بعد ما نخلص الازمه واعراضها وعلاجها والالتهاب الرئوي واعراضه والوقايه والعلاج منه. بالنسبه للازمه اعراضها بيكون في صعوبه في التنفس وفي خرخشه كده في الصوت، او هو بيتنفس كده بيبقى فيه، بس طبعا بتكون بصوت فيه زي، عارف انت لما يكون عندك بلغم كده، والريش بتلاقيه منفوش وفي خمول للطائر، دايما تلاقيه كده في ركن القفص او في واقف على وقفه كده ريشه منفوش وفي خمول، ده بيكون عنده ازمه. طب ايه طرق الوقايه والعلاج؟ برضو الدفء، لو تاخد بالك الدفء معانا في الحاجتين، لازم تكون مدفي المكان كويس، ونقطه جليسرين على الميه مع نقطه ليمون، نقطه جليسرين مع نقطه ليمون، وامبسلين مع تهوية، ومنع الأبخرة، ما تحطوش مكان ممكن يتعرض فيه الأبخرة، يعني مثلا لو حاطط تراك في المطبخ طبعا ممنوع، المطبخ ما ينفعش أصلا الطيور تتربى في المطبخ علشان تقلل في درجة الحرارة وكده. يبقى نقطة الليمون عامل مشترك والدفء عامل مشترك، ضروري جدا في حالة إن في مثلا طائر مصاب لازم تعزله طبعا وتحطه في مكان يكون توفر له فيه احتياجاته دي. تالت حاجة وتالت مرض معانا النهاردة او ثالث مرض ممكن يواجهنا من امراض الجهاز التنفسي، الالتهاب الرئوي. طيب ايه اعراض الالتهاب الرئوي؟
تلاقيه دايما بقه مفتوح، فتح الفم لصعوبة التنفس، بيتنفس من بقه ما بيتنفسش من مناخيره، وبيكون فيه رشح من الأنف والعين، تحس إن في سائل كده من الأنف، وعينيه بتدمع، وعطس وسعال. العطس والسعال ده هتلاحظهم مثلا، طبعا بيكون صوتهم بسيط جدا، ولكن انت لو متابع طيرك هتاخد بالك من حاجة زي كده. وبيكون فيه امتناع عن الأكل ورغبة في الشرب، ما بياكلش وبيشرب، مفيش أكل وبيشرب دايما، ده عنده التهاب رئوي. طب ايه طرق الوقاية والعلاج من الالتهاب الرئوي؟ التغذية، تغذيه كويس. طب هو ما بياكلش، نحط له فاتح شهية، نحط له فاتح شهية بحيث ان هو يقدر ياكل، عشان مع الاكل هنقدر ان احنا نعالجه كويس. وفيه طبعا فيديو بيتكلم عن الوصفة اللي بنحطها على الاكل، هسيب لك برضو اللينك بتاعها. دي حاجة يا جماعة، الوصفة دي ممتازة جدا، وبتوفر عليك حاجات كتير، وبتحميك من امراض كتير، وبتضاعف انتاجك، وتخصيب وعنقود بيض كبير، وانتاج ما شاء الله يعني. عشان ما نطولش عليكم، بعد التغذية في تهوية، ومنع زحام الطيور، ما يبقاش في زحمة طبعا، انت كده كده بتعزله، ومنع التيارات الهوائية، ما يبقاش في تيار هواء، ونقطة جليسرين برضو. في الأخير كده احنا خلصنا الثلاث أمراض بأعراضهم بطرق الوقاية والعلاج منهم. عايز أقول لكم الوصفة بسرعة عشان خاطر وقت الفيديو قرب. الوصفة يا جماعة هي هنجيب لتر مية، إزازة لتر مية، نعصر عليها نص ليمونة وفصين ثوم، نطحنهم طحن قوي جدا، تمام، ونسيبهم من حوالي 5 6 ساعات، أو من 3 ساعات 4 ساعات على حسب الوقت عندك، بحيث إن هم يتخمروا وياخدوا منهم، وترجهم كويس جدا، وتصفيهم بحيث ما يبقاش فيه اي حبوب او اي حب من الثوم او من بذر الليمون في الميه، وتحط منه لكل طيورك في المسقه، تحاول تعطشهم عشان تتاكد انهم يشربوا منهم. ما يطولوش ما يطو... ما تطولش الوصفه دي، وما تكترش منها، هي مره واحده بس في الشهر، علشان الثوم بيعمل قرحه للطائر في المعده. خلاص، الوصفه دي يا جماعه مهمه جدا للوقايه طول ايام السنه، في مرض مفيش مرض، دي حاجه مهمه جدا. وكده يبقى وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساش تدعمني باشتراكك ولايك وسبسكرايب، واللايك مهم جدا عشاني وعشانك، عشان لما تحتاج الفيديو ده تلاقيه. وكده يبقى وصلنا لنهايه الفيديو، واشوفكم الفيديو الجاي ومرض جديد.